السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد فضلا وليس أمرا. حسب مصدر من جريدة محلية، تم غلق فندق بسبب العثور على حشرة البق، وجاء الغلق من طرف السلطات المعنية بعنابة، وهذا خوفا من انتشاره عبر النزلاء بالفندق والأمتعة. حسب نفس المصدر، حشرة البق وصلت إلى الجزائر مع الأشخاص الذين دخلوا من الدول الأوروبية، فالحيطة والحذر.